ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي طلاب، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. المحاضرة الخامسة من موضوع التعجب. طبعا هاي المحاضرة هي راح تكون إن شاء الله المحاضرة قبل الأخيرة بموضوعنا اللي هو موضوع التعجب. موضوع طبعا سهل وموضوع بسيط، تمام. طبعا المحاضرة أنا صورتها سابقا بس صار عندنا خلل، ما أعرف بمن، يعني بالرفع رفع مال اليوتيوب كذا، فعد تصويرها يعني من جديد، تمام. إن شاء الله هي هاي المحاضرة تقريبا محاضرة ختامية، يعني المحاضرة الجاية هم محاضرة مهمة جدا، بس شنو بيها؟ بيها أشياء بسيطة، يعني ملاحظات بسيطة، ملاحظات شاذة عن القاعدة، كم سؤال وزاري فكرتهم ما حليناها بالمحاضرات السابقة، راح لها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة على مود يكتمل إن شاء الله عندنا الموضوع والكمال لله، تمام. اليوم راح نسولف إن شاء الله حول التعجب السماعي. أحبائي طلاب، تكلمنا بالمحاضرة الأولى، قلنا التعجب كم نوع؟ التعجب نوعان، تعجب قياسي وتعجب شنو؟ أحسنتم، تعجب سماعي. التعجب القياسي كم نوع كان به أو كم صيغة؟ ركزوا، كم صيغة؟ صيغتين، الصيغة الإسمية والصيغة الفعلية. الإسمية اللي هي ما أفعله، والصيغة الفعلية اللي هي أفعل به. واخذنا أسئلة وزارية عليها وعرفنا شلون نحل. بعدين طلقنا السؤال المهم اللي هو يقول تعجب، نقول السؤال بامتحان وزارة تعجب من هذا الفعل. شلون اتعجب؟ يا اما بالطريقة المباشرة يا اما بالطريقة غير الطريقة غير المباشرة، نعم. عندنا هنا سبع شروط وعندنا هنا خمس شروط او خمسة شروط، تمام. خلصنا من هاي الفقرة. اليوم راح نتكلم ان شاء الله حول التعجب السماعي. بالمحاضرة الاولى هنا اتذكر كتبتهن، التعجب السماعي قسمناهن أربع صيغ. كم صيغة؟ أربع صيغ. هاي الصبورة إن شاء الله تحتوي على صيغتين، بالكم وياي. الصيغة الأولى هي لفظ سبحانه. شنو السبب هاي سبحانه؟ أولا حبيبي خلي ببالك إنه لفظ سبحانه، لفظة سبحانه هاي مصدر. هاي شنو؟ مصدر. باللغة العربية خليها معلومة لك، باللغة العربية من تسمع كلمة مصدر يعني مفعول مطلق. من تسمع فت كلمة أقول لك هاي مصدر، شنو يعني مصدر؟ يعني هي مفعول مطلق. فمن أعرفها شلون أعرفها؟ قال لك بالامتحان وزارة أعرفها. شلون تعرف هي؟ تقول له مفعول مطلق منصوب بالفتحة سبحانه، وهو شنو؟ وهو مضاف، وهو مضاف، لا تمام. إذا سبحانه هي شنو؟ هي مصدر. سبحانه هي شنو؟ هي مصدر. والمصدر دائما يكون اعرابه شنو؟ دائما يكون اعرابه مفعول مطلق منصوب، تمام تمام. طبعا من باب الفائده لكم ولو هو خارج موضوعنا، يعني احنا حتى بالصلاه وين نستخدم هاي اللفظه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى. من الاخطاء اللي نطيح بها انه نقول سبحانه، هو يسامحهم يعني سبحانه خطا. السين مضمومه والباء مقلقله، بها قلقله، يعني الفاظ اقول سبحانه سبحانه، تمام تمام. فهاي فائدة يعني تستفيدون منها إن شاء الله. إذا سبحانه هي شنو؟ هي مصدر، تنعرب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وهو مضاف. إذا ليش هي وهو مضاف حبيبي؟ دائما لفظ سبحانه راح تلقى وراها مضاف إليه. لفظ سبحانه دائما تلقى وراها شنو؟ مضاف إليه. شلون الاسم مال النفي اللي هو غير، اللي أخذناه موضوع النفي، مو قلنا غير؟ غير ملازمة للإضافة، يعني غير دائما وراها شنو نسميه؟ احسنتم، مضاف اليه. نفس الكلام هنا، لفظ سبحانه الكلمه اللي تجي وراها راح تكون مضاف اليه، فدائما تكتب انت وهو مضاف، تمام تمام. سؤال وزاري مهم جدا، قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، تكمله ايه قرانيه، هل كنت الا بشرا رسولا. اجانا السؤال بالامتحان وزاري، ايش قال السؤال؟ قال عين التعجب. سهل،
يابا انا شفت يا هي شفت لفظه سبحانه تاخذها منا وتنزلها هنا هذا شو تقول له؟ تقول له سبحانه. زين شنو نوعه؟ عفي تعجب سماعي. تعجب سماعي شنو صيغته؟ تقول له صيغته صيغه المصدر اللي هو بين قوسين المفعول المطلق. تكتب بين قوسين لفظة سبحانه. هذا التعجب هي هاي نفس الكلمة. صيغ نوعه هذا موضوعنا هو اسمه التعجب السماعي. صيغته هي صيغة المصدر اللي هو المفعول المطلق لفظة سبحانه. بس هي هاي استاذ يعني ما بها سؤال إثرائي من نام أبدا. إذا كان طيتكم آية قرآنية واحدة ما عندنا غير يعني ماكو شيء جديد بعد. بس هي هاي بس نبهكم على نقطة بسيطة. هاي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ طبعا نوع النفي بيها شنو؟ نفي ضمني دير بالكم. هاي بيها هذا نفي هاي نفي شنو؟ نفي ضمني. هاي نفي ضمني دير بالكم عليها. ليش نفي ضمني؟ أخذنا ملاحظة احنا من موضوع النفي قلنا كل ما نشوف أداة استفهام أداة استفهام وي أداة استثناء أداة استفهام وي أداة استثناء فيكون نوع النفي شنو؟ نفي ضمني. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ تمام؟ يعني هواي أخذنا آيات قرآنية إذا شفنا أداة استفهام وي أداة استثناء راح يكون نوع النفي نفي ضمني. هي يا أستاذ هي خاف يقولك ما نوع النفي. هنا شنو سؤالنا؟ عين التعجب. فهي الآية القرآنية شاملة الموضوع النفي مع موضوع التعجب. خلصنا الصيغة الأولى إثرائياتها وزارياتها ما عندنا أي شيء جديد بها بعد. ثانيا الصيغة الثانية صيغة لله در. وين أخذناها هاي؟ أخذناها بموضوع التقديم والتأخير. تذكرون؟ بموضوع التقديم والتأخير وش مسوين الكتاب الجديد؟ شايلينها من موضوع التقديم والتأخير وضايفينها بموضوع التعجب. بالمنهج القديم كنا هاي الصيغة لله در ندرسها بموضوع التقديم والتأخير. بمنهجكم الجديد ندرسها بموضوع التعجب. أكو فرق؟ نفس الشيء. بس شنو أنا أقول لكم؟ يعني هسه إذا جاني السؤال يعني هاي لله در بالكم وياي. لفظة لله در تشمل موضوعين. خليها ببالك هاي الملاحظة. هاي لله در تشمل كم موضوع؟ موضوعين. موضوع التقديم والتأخير إذا قال عين المتقدم وين المتقدم؟ المتقدم لله. خذناه شرحناه بالتفصيل. المتقدم يا هو لله. شنو حكم التقديم؟ وجوبا. شنو السبب؟ نقول له لو تأخر الخبر لاختفى معنى التعجب. هاي شرحناها بالتفصيل وبموضوع التقديم والتأخير. زين موضوعنا ما اليوم شنو؟ موضوعنا اسمه التعجب. شلون يجي السؤال بالامتحان الوزاري؟ يقول لي عين التعجب مبينا نوعه وصيغته. أمثلة شعرية طبعا آيات قرآنية ماكو. هاي لله در كآيات قرآنية ماكو فقط أبيات شعرية. لله در طارق لله درك لله درهم من فتية صبروا. يعني انت أبيات شعرية معروفة يعني. المهم قال عين التعجب هاي مو لله در هاي لله در شيلوها منا نضيفوها شو تصير؟ لله در. هذا شنو نوعه؟ تعجب سماعي. تعجب سماع خايبين وداعتكم. حرامات واحد يخطأ بهاي السوالف. حرامات ما واحد يجيب درجة كاملة بهاي السوالف. ما حتى الطالب اللي ما يفكر أقول له هذا عقلك سوي له ديريت مسحة خيولي. زين بس أخذ منه حطينا هذا وداعتكم سالفة سهلة. زين شنو صيغته؟ تقول له صيغته صيغة الجملة الإسمية بين قوسين لله در. ليش جملة إسمية حبيبي؟ شو ايش قايل لك أنا؟ قايل لك خبر مقدم على مبتدأ. خبر مقدم على مبتدأ. من تسمع كلمة خبر من تسمع كلمة مبتدأ شنو هاي؟ جملة إسمية عافية. جملة إسمية هي هاي معنى الجملة الإسمية. يعني مبتدأ وخبر. عادي الخبر يتقدم على المبتدأ مو في مشكلة بس هي هاي يسموها جملة إسمية. تمام تمام. إذا التعجب السماعي أربع صيغ. أول صيغتين شنو هي؟ لفظة سبحانه هاي ياها لفظة سبحانه. شنو تنعرب؟ يلا احكي وياي. تنعرب مفعول مطلق منصوب وهو مضاف. آية قرآنية سبحان ربي طبعا ربي مضاف إليه يعني. تمام سبحانه هاي التعجب.
نوعه تعجب سماعي، صيغته المصدر المفعول المطلق. تمام تمام. اللفظة الثانية لفظة لله در، هاي بيها تقديم وتأخير، يعني يجي لي موضوع التقديم والتأخير، ممكن يجي لي موضوع التعجب. لله در طارق، لله درك، يشيلون من هنا يخلوه هنا، هاي يشيلوها من هنا خلوه هنا، وصيغته باعتبار هاي خبر مقدم على مبتدا، فهي صيغته صيغة الجملة الاسمية. تمام ان شاء الله، ان شاء الله تمام. كملوا ويانا بالصبورة الثانية احبائي طلاب. الصبورة الثانية راح نسولف على الصيغة الثالثة، الا وهي الاستفهام المجازي. الاستفهام المجازي، الصيغة الاولى شنو قلنا عليها؟ صيغة سبحانه. الصيغة الثانية صيغة لله دار. الصيغة الثالثة هو الاستفهام المجازي. وقف الفيديو، وقف الفيديو، اسمعوا لك، وقف الفيديو. شو نسوي؟ تفتح الدفتر مال الاستفهام، يا دفتر تفتحه مال الاستفهام، تروح على الاستفهام المجازي اللي هو قسمناه تعجب سماعي ونفي شنو؟ نفي ضمني. تخلي القواعد قدامك على مود من اشرح لك تفتهم. تمام طلاب، صدقوني صدقوني، ذني المواضيع كلها مرتبطة بالاستفهام والنفي. أجد موضوع التوكيد ألقاه مرتبط بالاستفهام والنفي. تعجب ما يعني أي موضوع سيجب بالك هو مرتبط لازم بالاستفهام والنفي. تمام، أو مرتبط بالأساسيات، مستحيل. فتخلي قدامك الاستفهام المجازي على مود من أشرح لك تفتهم القاعدة. الاستفهام المجازي حبيبي احنا قسمناه نفي ضمني وتعجب سماعي. اليوم موضوعي هو التعجب السماعي. موضوعي شنو اسمه؟ التعجب السماعي. زين، شلون يجي السؤال بالامتحان الوزاري؟ هم يقول لي عين التعجب مبينا نوعه، مبينا شنو صيغته، مبينا صيغته. تمام. قال الشاعر، هاي ما بها قوسين، قال الشاعر علام يعيش المرء في الدهر خاملا. علام يعيش المرء في الدهر خاملا، ولك انت طالب سادس بقالك اشهر اشهر بسيطة وانت خامل، تعبان مكسر جسمي مكسر ما بيه حيل، كل ساعة لازم الفيسبوك والانستا وما اعرف شنو. انت طالب سادس، هذا مستقبلك قاعد يتحدد بهاي الاشهر، مستقبلك يتحدد باشهر تعقلها انت. علام يعيش المرء في الدهر خاملا، هسه بدون قواعد بين تعجب، قاعد يتعجب يقول هو الدهر سويعات، مو ساعات سويعات. انت خامل ليش؟ ليش خامل؟ هسه ما نقول لك سير سوبرمان، لا، بس اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. تمام، علامه يعيش، انطينا ملاحظه بالتعجب بالاستفهام المجازي. قلنا كل ما تشوفون ذني بما فيما علامه إلامه، هاي دائما تعجب سماعي. تمام، فهنا يقول لك سؤال يستخرج التعجب، وين التعجب؟ هذا التعجب علامه، شنو نوعه؟ تقول له تعجب سماعي، شنو صيغته؟ تقول له الاستفهام المجازي. هي يا استاذ، هي تاخذ الاستفهام منا تخليه هنا والبقيه تكمل بس. هي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. كيف؟ مو اسم استفهام. ايش قاعد يقول القران الكريم؟ قاعد يقول انتم شلون تكفرون بالله، انتم اصلا ما كان لكم ذكر، ما حد يعرفكم، ما حد يعرفكم، رب العالمين سواكم، كنتم امواتا وبعدين سواكم فاحياكم. زين، شنو المشكله اذا يميتكم ثم يحييكم؟ شنو المشكله؟ يعني شنو الصعب بالموضوع؟ شنو الصعب بالموضوع؟ انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده، هاي طبعا سبحانه تعجب سماعي مالتنا من موضوعنا مال اليوم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تمام، فهنا تعجب بينه. شوفوا هذا أنواع التعجب، احنا عندنا قواعد تطبيق مباشر، مثلا بما فيما علامة، ما بال النسوة، ما زال حرف الجر اللام، مو تمام؟ هذين قلنا نشوفهن، لاني بنشوفهن فنعتبرهن قبل تعجب سماعي. القواعد تكون قدامك من اسولف انا، تمام؟ زين، بس اكو امور نسميه تناقض بالمعنى او فتشي عجيب قاعد يصير، فتشي عجيب انه انتم شلون تكفرون بالله تعالى؟ شلون تكفرون بالله تعالى؟ وكنتم اصلا ما حد يعرفكم وهو سواكم، خلاك بني ادم تمشي بالشارع. زين؟ ثم يميتكم ثم يحييكم. فاذا التعجب وينه؟
تعجب كيف هذا، والبقية نجزين. نوع تعجب سماعي صيغته الاستفهام المجازي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما زائد حرف الجر اللام، خذنا ملاحظة، ما زائد حرف الجر اللام أيضا تعجب سماعي، فتستخرجون ما بس اسم الاستفهام تستخرجونه. تمام تمام. فنانا أيضا ما اسم، طبعا أيضا قاعد يعني يتعجب، تناقض أيضا، تناقض أو شيء عظيم قاعد يصير. تمام، أنا حاولت أن أجمع لكم أغلب الوزاريات اللي جاي هذا الموضوع. أأنطق فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت النجوم. أأنطق فيك هجرا يعني أقدر أقول أنه أنت مخبل، أنت مخبل، وأنا أدري أنه أنت أحسن واحد بالأرض. يعني نشوف السحنة، يا هو أحسن واحد بالأرض، هذا أحسن واحد بالأرض، يصير يقول أنه هذا مخبل أو هذا صار خبل؟ لا، أكيد اللي يقول أنه هذا فلان اللي هو أحسن واحد بالأرض، اللي يقول عنه انه هذا صار مخبل، فهذا كافر، كافر منافق قطعا. ليش؟ لانه هو احسن واحد بالارض. تمام، أأنطق فيك هجرا بعد علمي بانك خير من تحت النجوم؟ لا، مستحيل. فنانة تعجبها تناقض، فنانة همزة. أأنطق فيك، هذا تعجب سماعي. تمام تمام. قال الشاعر: وكيف يميل مثلك للصبا، وكيف يميل مثلك للصبا، وعليك من سمة الحليم وقار. وكيف يميل مثلك للصبا وعليك من سمة الحليم وقار. شلون انت رجال، ايش كبراتك، تصير صبي، صبي صبا صبي يعني، كيف يميل مثلك للصبا، رجال ايش كبراتك مشيب، تلعب حالك حال الجهال. تمام، وعليك من سمة الحليم وقار، يعني انت رجال ذا هيبة، حليم مثل ما نقول، وقور سين. فهذا شنو تناقض نسمي، هذا معنى التعجب. التعجب يعني قاعد يصير فد شغلة عظيمة او فد شيء منافي للأخلاق او ما شابه ذلك. تمام، اذا هاي ايش راح نقول، ايضا ننزل كيف، ننزل كيف. تمام تمام. قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، يكفون بنعمة رب العالمين، أفبنعمة الله يجحدون. ينطيك أكل وينطيك شرب، هواء، هاي نعمة الهواء ما اكتشفناها إلا بوقت الكورونا. بوقت الكورونا كنا ما أصلا، قبل الكورونا كنا ما يعني عرفها سالفة إنه الهواء يضيق علينا أو ما شابه ذلك، بس من شفنا المرضى اللي قدامنا شلون صعوبة يتنفس، مفروض واحد يعرف قدر هاي النعمة. النعم أبسط، مو هي أبسط، هي بالنسبة لنا نعتبرها أبسط نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا تقعدون تعدون نعمة من نعم رب العالمين مستحيل تحصونها، نعمة واحدة مستحيل تحصونها. زين، مرات نسمع إحنا فلان طالب انتحر وما أدري شنو، والله ليش، لأن ما داخل وزاري، لأن شنو داخل وزاري، شنو كذا قاعد تسوي، تدخل نار جهنم، تكفر بنعمة رب العالمين على مود وزارة ما أعرف شنو، أعي سنة وأعي سنتين وثلاثة وشنو مشكلة، هاي دنيا دنيا تخلص سنة سنتين وداعتكم. زين، فهنا وين ننزل، هاي أفبنعمة الله. تمام تمام. للعلم طبعا ما دام احنا بهذا الموضوع، أكبر خطأ يصير أنه يشاع حكي أخبار بالأوساط الطلابية. أكبر خطأ أنه فلان طالب انتحر، أولا أنت شمدك انتحر على مود دراسة، منو قال انتحر على مود دراسة، منو قال، على أساس؟ أنا أتصور والله والله العالم، أتصور أنه اللي قاعد يذيع هاي الأخبار الهدف مالته يمكن أصلا هو، يمكن طالب، ممكن هو مو انتحر، ممكن واحد شمره بالشط أو ما شابه ذلك. أنا أتصور أنه اللي قاعد يذيع هاي الأخبار بين الأوساط الطلابية قصده أنه يثير الفتنة عند الطالب، انه انت يا طالب، خصوصا مع احترام طبعا للبنات، بس البنات عاطفيات في هذا الموضوع، خصوصا مجتمع البنات او الطالبات، بس يشوف والله ها ما نجحت، ما جبت درجه، ما اعرف شنو، روح قبل، روح من العماره، ماكو شيء. انا اتصور والله العالم انه اللي قاعد يذيع الخبر بين هذه الاوساط الطلابيه قصده الفتنه بين الطلاب، انه يزرع فتشي بداخل الطالب انه انت لا ما حصلت الشيء اللي تريده قبل روح انتحر. هو شنو انتحر؟ اللعبة هي عم الناس عاشت بالحياة، ولا مو إلا دكتور، والله مو إلا دكتور، والله أكو ناس يعني واسطين ومراتب علميهم ما له علاقة بالطب، يعني الطب مو كل شيء بالحياة،
وداعتكم تطبقون كل شيء. انا هسه ابسط ولو خارج موضوعنا يعني ما اليوم، بس كنصيحة قد ممكن هو داخل الموضوع يعني عمود ان شاء الله تذكرونه بخير. يعني ممكن تصير تحصل لك، ممكن تحصل لك ابسط وظيفة، ابسط وظيفة تحصلها وصير بها دكتوراه، صير بها ماجستير، وصير استاذ جامعي، لك قيمتك بالمجتمع، تساعد الناس وما هي الحياة تمشي، والحياة تمشي. انتقلوا وياي للصبورة الأخيرة إن شاء الله. أحبائي طلاب، الصبورة الأخيرة إن شاء الله على مود نختم محاضرتنا لهذا اليوم. الصيغة الرابعة هي صيغة الاستغاثة. الأولى هي سبحانه، الثانية هي لله در، والثالثة هي الاستفهام المجازي، والرابعة هي الاستغاثة. حبيبي أنت الاستغاثة بيها قاعدة. شو تقول القاعدة؟ تشوف ياء، تشوف لام ورا الياء مباشرة، ياله ياله يعني ياله، واللام طبعا مفتوحة، ياله، ووراها يا أما اسم يا أما ضمير، ورا اللام ورا اللام يا أما اسم يا أما شنو يا أما ضمير. بس ياي نعم بس ياي. يا للتغرب وزارها، يا للتغرب أنت بئس الدار. طبعا هذا موضوع المدح والذم، وين المخصوص عينوا لي بالتعليقات. يلا يا للتغرب، يا للتغرب سؤال، وين التعجب؟ تقول لها يا للتغرب. شنو نوعه؟ تعجب سماعي. شنو صيغته؟ تقول له الاستغاثة. هذا هي استاذ نعم. يا لام ضمير، يا لام ضمير، هنا يا لام اسم تمام. فد ايضا تستخرج يا لك نفس الجواب، ما بي شيء. الاستغاثة شوفون يا، يا وراها لام وراها اسم تمام ان شاء الله تمام. ركزوا بهذا السؤال وزاري مهم جدا بالامتحان الوزاري. يقول ما اصغر الدنيا، ما احسن خلقة. شوف او الخلقة، شوف بالكم وياي، هذا تعجب قياسي. تعجب شنو؟ قياسي. ما افعله، صيغة ما افعله يعني صيغة الاسمية بالتعجب القياسي. شو يقول السؤال؟ يقول اجعل التعجب القياسي سماعي، يعني حول التعجب من قياسي لمن؟ الى سماعي بطريقة الاستغاثة. بطريقة الاستغاثة إذا تقدر تحلها قبلي بعد أفضل أكيد، ما تقدر عاد أنا أعلمك الطريقة. أولا حبيبي، أولا بالك وياي، هاي الماء تستبدلها بياء، ما تعجبية تمسحها وتجيب مكانها ياء، هاي الياء تمام تمام. هاي أصغرة تجيب قبلها لام، ما تقول يا لي أصغرة، لا يا للصغري، يعني هاي بعد ما لي علاقة بيها، يا للصغري وتنزل الدنيا. أعيد، هاي الماء تجيب مكانها ياء، تجيب وراها اللام، من هاي اللام حسب القاعدة، ورا الياء أكو لام مو تمام. ما تقول يا لأصغر، يا للصغري، يا للصغري الدنيا. وقفوا المقطع، حل هاي قبلي. ما أحسن الخلق شو تقول؟ لا خليها واجب عليكم، هاي واجب، واجب بالتعليقات. يلا نفس الطريقة هاي بالضبط، نفس الطريقة هاي بالضبط. وسؤال وزاري مهم جدا بالامتحان الوزاري تمام. هذا السؤال اللي جاء بأحد السنوات وسألتوني هواي علي يعني صراحة، واحد طلاب الإلكتروني كل ساعة أستاذ هذا السؤال شنو، شو ما شارح فكرتي. أقولهم حبيبي هاي الفكرة ما أنت بموضوع التعجب، انتظروا موضوع التعجب راح يشوفون فكرتي تمام تمام. احنا طبعا نظامنا بالإلكتروني إنه أنا كل موضوع أخلصه يعني اثناء ما اتقدم بالموضوع الثاني هم ارجع اراجع بالوزاريات مال الالفيه. يعني مثلا انا قاعد ادرس الاستفهام او عفوا ادرس النفي، فاراجع الاستفهام كل احد مثلا على مود الطالب ما ينسى الوزاريات او ما ينسى القواعد، يعني مو اروح للنفي بعد طبقنا صفحه الاستفهام، لا هذا الشيء مو صحيح. فلذلك عمرات ندرس وزاريات يمر علينا هذا السؤال ما احسن زيدا كذا، فيسالون الطلاب انه ليش هذا السؤال ما موجود شرحه وكذا، فشرحنا بموضوع التعجب لأنه مرتبط بموضوع التعجب. بالكم وياي، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما نوع ما. من تجي هاي الصيغ بالامتحان الوزاري شلون أميز بيناته؟ شوف حبيبي أنت،
مفتاح الحل اكتب بالدفتر مالتك بالملاحظات مفتاح الحل بيجي أسئلة مفتاح الحل يا هو هاي الكلمة اللي ورا كلمة أفعل هاي مو على وزن أفعل أحسن 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 على وزن أفعل مو تمام زين طبعا مو ما أحسن ما أحسنوا زين هذني هذني إيش راح يكون راح تكون هي مفتاح الحل مالتي كلمة زايدة يعني كلمة اللي ورا على وزن أفعل مو تمام تمام زين بس شلون الحل هاي الكلمة إذا منصوبة هاي الكلمة إذا منصوبة إذن هاي تعجبية شو نوع الما هنا نوع الما تعجبية ليش استاذ فهمني اياها ما أفعله زيدا تنعرض مفعول به أرجع للمحاضرة ولا بالتعجب راح أشوفه إنه الكلمة اللي وراء أفعل شنو تنعرض مفعول به والمفعول به شنو منصوب ذا النوع ما تعجبية نوع الما شو راح تكون تعجبية ما دام الكلمة اللي وراء أفعل منصوبة فهي الماش راح تكون أحسن تعجب الكلمة كلش اللي وراها مو تروح تدور اللي وراها 10 كلمات كلش وراها تمام تمام هاي الكلمة إذا مرفوعة مرفوعة فهاي الما راح تكون شنو نافية نافية غير عاملة داخلة على الفعل نافية غير عاملة داخلة على الفعل تمام ليش لأن زيد راح تنعرض بعد فاعل وكل فاعل شنو وياه؟ أحسنت وياه فعل فهي أحسن راح تكون شنو فعل بمعنى زيد ما أحسن ما قدم إحسان يعني فهي راح تكون الما شنو نافية غير عاملة داخل على الفعل إذا كانت منصوبة فنوع الما تعجبية إذا كانت مرفوعة فنوع الما راح تكون نافية غير عاملة داخل على الفعل ما أحسن زيد هاي هذا استفهامية الكلمة إذا كانت مجرورة فهي شنو استفهامية استاذ لأن مضاف إليه مضاف إليه يعني هاي الما شنو تنعرض هنا مبتدأ أو خبر تلاها معرفة مبتدأ أو خبر تلاها معرفة مجموعة ثانية هاي فراح تكون النوع الما استفهامية بس يعني أحبائي طلاب الصبورة الأخيرة إن شاء الله على مود نختم التعجب يعني دمجت المحاضرة السادسة اللي هي الأخيرة وهي المحاضرة الخامسة بمحاضرة واحدة هي المحاضرة السادسة كانت تحتوي على ذني الأسئلة يعني مع سؤالين بعد إن شاء الله راح أخليهم بالواجب سؤالين بعد إن شاء الله السؤال يعني هاي الأسئلة يعني يعني السؤالين مو خارجيات على هاي الأسئلة راح تكون واجب عليكم إن شاء الله فدمجت المحاضرة السادسة وهي المحاضرة الخامسة على مود إن شاء الله نخلص من هاي الطامة الكبرى اللي هي التعجب موضوع سهل كلش ملاحظات الملاحظة الأولى هاي الملاحظة طبعا هي وزارية مهمة بس يعني مو كلش تجي هواي بالامتحان الوزاري السؤال شو يقول او الملاحظه شو تقول تقول اذا كان الفعل منفي وجاني السؤال بالامتحان الوزاري قال لي تعجب هذا بعد مو على التعجب السماعي لا قاعد على التعجب بصوره عامه انا اذا كان الفعل منفي وقال لي تعجب تعجب من الفعل بالطريقه المباشره الطريقه غير المباشره هو المنفي يتعجب منه بطريقه مباشره او غير مباشره شو تقولون اكيد غير مباشره بس الفعل المنفي حبيبي تعطيه جملتين فقط تعطي كم جملة جملتين فقط مو أربع جمل شوف تحت دفتر مالتك افتح الدفتر مالتك للطريقة الغير طريقة غير المباشرة كم جملة كنا نعطيه كنا نعطيه أربع جمل كم جملة أربع جمل كنا نعطيه إذا كان الفعل منفي لا أعطيه جملتين شلون استاذ تجيب هاي الجملتين حبيبي أنت شوف هسه لا يهمل الطالب واجبه هذا شيء زين لو مو زين شو يقولون زين فأجيب ما أجمله ما أجمله ما أجمله تمام مو قلنا إنه نجيب أن بالكم وياي خلي الدفتر قدامكم مو قلنا لازم نجيب أن وننزل هذا المضارع وراء أن تمام ولا مو تمام إيش تعلمنا قلنا تجيبون وراء أجمله تجيبون أن تمام لا مو تمام تمام وتخلون المضارع وراء من وراء ان وتكملون الجمله زين هاي اللا شلون حبيبي هاي اللا تدمجها ويا ان فتصير الا شوفوا تصير الا يعني دمجنا شوفوا دمجنا النون ويا اللام فصار ادغام هذا ادغام بدون غنه وايضا اخذناه موضوع اللا المعترضه هاي اللا شو نوعها معترضة بين الناصب والمنصوب خذناها بأنواع لا إذا عندي لا
وقبلها أن، فتكون هاي اللام معترضة بين الناصب والمنصوب. فأقول ما أجمل ألا، العفو هاي شدة هنا، ما أجمل ألا يهمل. شوفوا يهمل اللي يجي بعد أن فعل مضارع منصوب، لأن هاي أن مصدرية. أعيد وأكرر، ترى هاي سوالف كلها مرة علينا سابقا، كلها مرة علينا. الأن زائدا مضارع شو تكون عندي؟ مصدر مؤول. المضارع مرفوع لو منصوب هنا؟ أكيد منصوب، لأن هاي أن مصدرية ناصبة. ما أجمل ألا يهمل الطالب واجبه. بس أعيد، جبنا ما تعجبية، هذا الشيء يدل على شيء زين، فجبنا كلمة أجمله. ما أجمله، لو شيء مو زين قول ما أقبحه، تمام؟ زين، ما أجمله زين. هاي يعني إحنا قلنا شنو نجيب؟ نجيب أن وننزل المضارع كما هو. إيش تعلمنا ذاك اليوم؟ درسنا هالمحاضرة. زين، اليوم عندي لا، شلون؟ هاي لا تدمجها ويا الأن، فصير ما أجمله ألا يهمله. هذا الدمج ضروري، مو تكتب لي أن لا، مرات ينقصك بالامتحان الوزاري، هو الشيء صحيح بس ممكن تتنقص، لأن الكتاب بيجي مكرر عليها هاي، لاح بيها شوية، إنه لازم تدمجها، تدمج اللا ويا الأن، فصير ألا. ما أجمل ألا يهمل الطالب واجبه. زين، الجملة الثانية شنو؟ أجمل، 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 والباء مالتنا، الجملة الصيغة الفعلية يعني، هاي الصيغة يا هي صيغة اسمية. وهي صيغة شنو؟ صيغة فعلية. أجمل هم نفس الكلام، أجمل بألا، هاي كما هي تنزل، أجمل بألا يهمل الطالب واجبه. إذا شنو صار؟ شنو صار؟ اللي صار إنه بعد ما تحول الفعل إلى اسم، هذا الاختلاف. ليش صار جملتين؟ ليش صار جملتين؟ لأن ماكو تحويل فعل إلى اسم، ماكو تحويل، لأن بس يتحول الفعل إلى اسم راح يختفي النفي. هذا الشيء ما نريده احنا. اعيد، بنشوف جمله منفيه، المنفيه نتعجب منها بالطريقه غير المباشره، هذا الشيء تعلمناه. الطريقه غير المباشره لازم انطي اربع جمل، تمام لا مو تمام؟ تمام، لازم انطي اربع جمل، بس بالمنفيه انطي فقط جملتين. يعني بالمنفيه اكتب ملاحظه بالدفتر مالتك، بالمنفيه ماكو تحويل فعل الى اسم. وهذا الشيء طبعا شيء سهل عليكم بعد، يعني شيء زين بالنسبه لكم، لان انتم اغلبكم استاذ شلون احول الفعل الى اسم، هو شيء ما ابتدائيه. المهم هسه عرفنا من هاي السالفه احنا، المهم ماكو بعد تحويل فعل الى اسم ابدا، تستخدم صيغه اسميه وصيغه فعليه، ما اجمل واجمل، تمام، وهاي بس لا تدمجها ويا الان. هاي الفكره الاولى. سؤال ايضا جاي بالوزاريات بحد السنوات، يقول اذكر نوع الافعال التي لا تعجب منها ابدا. اكو افعال ابدا ما نتعجب منها، لا طريقة مباشرة ولا طريقة غير مباشرة. ليه هي؟ الجامدة وغير القابلة للتفاوت. الأفعال الجامدة، نعمة، بئس، حبذا، لا حبذا، عسى. هذا اللي اعطيتكم اياهم بالمحاضرة اللي مال التعجب بطريقة غير مباشرة. الجامدة، وقلنا غير القابلة، غير قابلة للتفاوت، اللي هي مثلا تدل على الموت وهي السوالف، غرقة، عمية، هلكة، ما أدري هاي السوالف. تمام، فنية. زين، هذا النيت بس قل الجامدة شارحة غير القابل، غير القابل التفاوت. هذا هاي لا نتعجب منها أبدا، لا طريقة مباشرة ولا طريقة غير مباشرة. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. السؤال الثالث يقول ألا قاتل الله النوى ما أمره، ألا قاتل الله النوى ما أمره. هاي طبعا صيغة اسمية، بالكم وياي، هاي صيغة شنو؟ صيغة اسمية، ما أمره يعني ما أفعله، مو تمام؟ يقول حول الصيغة الاسمية إلى فعلية، حاول تحلها قبلي، ما بيها شيء. ما أمره تمسح الماء وتقول شنو؟ تقول أمرر به، أفعل به، أمرر به. ليش صارت أمرر؟ ليش سوينا هاي الراء مرتين؟ أخذنا ملاحظة ذاك اليوم بالمحاضرة الثانية، يمكن في بالمحاضرة الثانية قلت لكم الفعل اللي نهايته شدة، اللي نهايته مشدد يعني، لازم شنو؟ لازم نفك التشديد. أخذنا مثال راح من بالي والله، عزة، عزة اللقاء، نعم صحيح، الفعل عزة اللقاء، عزة اللقاء، عزة شنو نهايته؟ نهايته شدة،
فقلنا شلون بصيغة الفعل نقول أعزز به؟ نفك التجديد. تمام إن شاء الله؟ إن شاء الله تمام. خلصنا التعجب إن شاء الله، ختمنا المنهج زين. أتمنى يعني ما تنسونا بالدعاء، دعاء كثيرا يعني، لأن الدعاء هو يعني بآثار إيجابية للإنسان. وهاي المحاضرات أولا دعمكم إنه راح يعني خلينا نقدم أكثر وأكثر إن شاء الله الأجيال اللي راح تجي بعدين الدفعات اللي وراكم، وبالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة.